شاب بيحكي لي انه ليه خارطة الطريق ما فيهاش ديزاين باترنز. سؤال كويس، ليه خارطة الطريق ما فيهاش ديزاين باترنز؟ الديزاين باترنز ولا تقرب عليهم ولا تشوفهم ولا تعرف شو هم قبل ما تشتغل بشركة. فكني ديزاين باترنز هذه امور متقدمة بتطور حالك في مش احنا حكينا عندنا خارطتنا عبارة عن سنتين، سنة تأسيس في الالجوريثمز والداتا ستراكشرز والخوارزميات وحل المشاكل وهذه الأمور، والسنة الثانية هي تعتبر بداية التخصص بنأسسكم في كل التخصصات. تمام، ركزوا فقط على اللي أنا بعطيكم إياه، أنا مش بخلان عليك أعطيك ديزاين باترنز، بس ديزاين باترنز هاي مش شغلتك كمبرمج الآن. وأنتم مفكرين إنه إحنا خلصنا السنتين، بس عشان أنا موضوع السنتين هذا، إذا حضرتوا فيديو من امبارح نزل الدكتور بدرس 9 سنين عشان يشتغل، والمهندس بدرس 6 سنين عشان يشتغل، والمحامي بدرس 6 سنين عشان يشتغل. إذا فكر حالك رح تختم العلم بسنتين، أنا رح أطلعك جيد على 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 سوق العمل، رح أطلعك جيد، عندك أساس قوي سنتين ونص whatever اللي تكون جيد في سوق العمل، ومن هناك تبدأ رحلتك في تعلم البرمجة وتأبجريد المعلومات تبعتك. ديزاين باترنز ما 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 تدرسها هلا. ديزاين باترنز انت بتدخل على الشركه جونيور ديفلوبر، تمام، بعد كم من سنه بتصير سينيور ديفلوبر، بعد كم من سنه ممكن تتجه تكون تكنيكال تيم ليدر، او تبلش تتخصص انك تصير سوفت وير اركيتكت اللي هو هذا الجورو تبع المسؤول عن المشروع، بيعمل ديزاين للاركيتكتشر تبع المشروع، كيف الكومبوننتس بدها تحكي مع بعض، كيف السيستمز بدها تعمل انتجريشن مع بعض، ايش السكيورتي على الداتابيز ليفل، على الابلكيشن ليفل. هذه قرارات بياخذها شخص راتبه هالقد عالي جدا، وبكونوا من الناس النادرين هذولا، بنسميه السوفت وير اركيتكت. السوفت وير اركيتكت هذا عشان توصل له بدك على الاقل 7 سنين خبره، وليس خبرة مكررة. في خلال ما أنت اشتغلت في أول شركة، بلش اقرأ عن الديزاين باترنز، بلش طبقهم، بلش كذا شوي شوي، بعد 7-8 سنين بتصير مساعد أركيتكت، بعدين بتصير سوفتوير أركيتكت قدع قد الدنيا ورواتبك جدا ضخمة. تمام، أما أنت اليوم بدك تتعلم تحل تفاضل وتكامل من السنتين هذولا، أنت يدوبك تغطي الأساسيات اللي إحنا عم نعطيكم إياها. ما تدخل في متاهات الديزاين باترنز هلا، غلط. ما عشان هيك الناس تطفش من البرمجة، بهيقولك إنه أنت لازم تكون تعرف. اسمعوا، الشركات لما بدها تيجي توظفك ما بتتوقع إنك نازل من السماء. أنا بوظفك جونيور، فحتى بالانترفيو كويشنز بسألك أسئلة جونيورز. مرات في بعض الشركات بتسأل شوية عن الديزاين باترنز عشان يشوف هو أنت وين واصل مستواك، بس لما جاوبتش ولا سؤال فيهم هو بكون يعني ما برفضك، هو يعني انت جونيور. تمام، لكن والله واحد 5 سنين خبره بساله بالديزاين باترنز. موضوع، شوفوا، سياسه ضخ المعلومات واغراقك في النولج في اشياء مش بوقتها، هذه اللي بتطفش الناس بالبرمجه. وينك وين الديزاين باترنز؟ انت عم نرتقي في مستواك شوي 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 شوي. فهذا موضوع بالنسبه ل الديزاين باترنز. بس نخلص الاساس، بس نخلص التخصص، بس نخلص كذا، ممكن انزل كورسات على الديزاين باترنز، تكون انت ان شاء الله اشتغلت وامورك تمام، بتكمل. انت مش حتختم العلم. انتم مفكرين السنتين فتره طويله يا جماعه؟ ما هيكم في الكورسات المتقدمه الناس اللي يدوبك ملاحقين. كميه الاشياء اللي بدك تعرفها وكميه الامور اللي بدك تعرفها بدها تكون متدرجة وماخذها باستمتاع عشان تقدر ترتقي وتمشي. ما بتقدر تغطي كل شيء في الدنيا انت، وبدك تروح اذا انت بدك تختم العلم وتصير محترف برمجي بسنتين، هذا انت غلطان. وشو بدك تعمل بس تشتغل؟ خلص ما تخطبت البرمجة بزبطش. في شيء اسمه خبرة. بعد ما تشتغل، روحت انت واشتغلت، بدك تبلش تتطور، تدرس ديزاين باترنز وهذه الامور. فما تقربوا على ديزاين باترنز نهائياً.